بشوف ان كل الناس بتتكلم ان النادي محتاج صفقات. بشوف لو في صفقه تاريخيه موجوده الفتره اللي فاتت ظهرت لنادي الزمالك، هي صفقه جمهور الزمالك الدعم الكبير اللي عامله للفرقه او عامله النادي بشكل عام الفترات اللي فاتت، وده واضح في كل الماتشات والبطولات الفتره اللي فاتت يعني. طيب عايزك تطمن الجمهور، جمهور الزمالك اللي بيسمعنا دلوقتي، هل فعلا هناك صفقات قادمه يعني خلال الايام اللي جايه ممكن يكون في صفقه او صفقتين؟ يعني اولا برضو عايز ابارك لزمايلي في مجلس الاداره، الناس دي بصراحه عاملين مجهود كبير جدا. صحيح. وعايشين على ضغوطات كبيره الفتره اللي فاتت، واظن ده اتكلل بنجاح البطوله بتاعه السوبر اللي احنا كلنا فرحنا بيها امبارح. وبشوف ان فعلا ان يعني كابتن احمد سليمان وكابتن حسين السيد ومعاهم طبعا بالاضافه للرئيس كابتن حسين لبيب مش متاخرين في حاجه، وشغالين على صفقات ان شاء الله تظهر ان شاء الله الفتره اللي جايه لدعم يكمل الصوره الحلوه. يعني في الفرق. يعني في صفقات ان شاء الله باذن الله، يعني اي حاجه تكون محتاجها الفرقه هم الناس ما بتاخرش، واي حاجه بيحتاجها مستر جوميز الناس بتوفرها له. وشفنا امبارح اللعيبه الجديده اللي كانت موجوده ظهرت امبارح، اذا كان بنتايج او اذا كان مشلاك لما نزل امبارح الشوط الثاني، ويعني عمر فرج كلهم امبارح ظهروا بصوره يعني فرقوا مع الفرقه. وفرق ان البنش امبارح برضه الناس كانت بتتكلم ان دكه الزمالك ما كانتش في افضل صوره، بس ظهر امبارح ان دكه الزمالك دكه ثقيله تقدر تصنع فارق. ناصر منسي امبارح طبعا ايمن السوبر الاولاني بتاعنا الاساسي الكبير، وبما عندنا النهارده سوبر ثاني ناصر منسي ربنا يعني قادر يفرح كل جمهور الزمالك. فاظن ان شاء الله ان عندنا سوبر مصري هيكون فيه ان شاء الله دعم، لو في الراجل محتاج حاجه هتوفر الفتره اللي جايه في المراكز اللي محتاجه دعم للفرقه، عشان نقدر ان عندنا ان شاء الله الموسم ده حوالي 6 بطولات فنقدر نكون منافس قوي عليهم. وعايز بس كده يعني انكشك كده في حته صغيره كابتن خالد لو تسمح لي. يا اتفضل. راجل بقالك 20 سنه الكابتن الاكثر حصولا على البطولات، امبارح شيكابالا قدر ان يعدي الرقم امبارح، وان شاء الله الموسم دوت يعني في حقبه المجلس بتاعنا الحمد لله قدر يعدي الرقم، وباذن الله في خلال برضه فتره المجلس يقدر يكسر رقم ال 20 بطوله. ان شاء الله. دي حاجه بشوفها ان احنا محتاجينها. منال والله يا رب كل خير. شيكابالا انا عجبني جدا ان امبارح ولا شارك ولا لعب، وتلاقيه اكتر واحد فرحان واكتر واحد هيموت من الفرحه، واكتر واحد طالع مع الزميل ابراهيم فايق كمان مقهور على فرقته وحابب فرقته، فحاجه كانت جميله قوي. يعني خلي بالك الضغوطات اللعيبه نفسها عاشتها الفتره اللي فاتت من بعض الناس. ده المطار يا جماعه، وصول الفرقه من المطار اهي، مش واعيه للدور الاساسي الرياضه ان يبقى فيه تقليل، او شوف ان دوت تحول لصوره فيها دعم اكتر للعيبه وبقى في عندهم حافز اكتر يتحول امبارح للماتش. امبارح فرقه الزمالك اظن ان هي في كل حاجه كانت هي الليدر للجيم كله امبارح، وكانوا عاملين صوره كويسه جدا. فاتمنى الفتره اللي جايه كمان يبقى في حاله فيها احترام موجود لكل الناس، زي ما بشوف كل الناس الزملكاويه كل الناس المحترمه اللي معاك بتحترم كل المنافسين تتكلم عنهم على طول بصوره متحضره، فاتمنى ده برضه يكون موجود على طول، لان نادي الزمالك اسم كبير ما ينفعش ان حد يتكلم عنه بصوره سلبيه. فبحايز اهنيك وهني كل الزملكاويه ومبروك ومبروك لمجلس، يعني عامل ملحمه في كل حته بيلف ورا الفرقه في كل حته وسبب رئيسي على طول للانتصارات اللي موجوده لنادي الزمالك. شكرا طبعا استاذ محمد طارق عضو مجلس اداره نادي الزمالك، وشكرا لمجلس اداره نادي الزمالك.